بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. النهارده حلقه مختلفه، حلقه غير عاديه الحقيقه، لان احنا النهارده عندنا نجم سيكون كبير، هو بالفعل نجم كبير ولكن هو لسه صغير في السن شويه، هنتكلم عنه كتير خلال الفتره اللي جايه او في الجزء الثاني من هذه الحلقه. هيكون معايا النجم الصاعد في سماء النادي الاهلي كابتن احمد عبد القادر، هتكلم معاه في امور كثيره جدا جدا خاصه بكره القدم سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر، كلام كتير وكلام مهم جدا جدا. احمد من شويه كان قاعد معايا الحقيقه قبل ما نخش على الهواء، قد ايه عرفت ان النادي الاهلي عرف يربي؟ النادي الاهلي عرف يربي، ومن هنا الحقيقه دايما لما باجي اتكلم مع اي حد عفوا اي حد من نجوم النادي الاهلي، لما بتقعد معاهم بتعرف ان هناك فارق كبير، ان هناك فارق كبير بين اي حد من نجوم النادي الاهلي واي حد اخر. انا بكلم على الاقل في ناحيه طريقه الكلام، الاسلوب في الكلام، اسلوب معاملته مع الناس، الكلام ده حاجه محترمه جدا جدا جدا. كل ولاد الاهلي دايما بتلاقوهم بهذا الشكل وبهذه الطريقه، لانه في النهايه النادي الاهلي عرف يربي، النادي الاهلي دايما بيعرف يربي. مش احمد بس، انا بتكلم على كل اللاعبين اللي بينتموا للنادي الاهلي وحبهم واحترامهم للنادي الاهلي. انا عارف ان كل الناس او كل اللاعبين في كل المجالات ناس محترمه وعلى دماغي من فوق، لكن يمكن عشان مجموعه اللاعبين اللي موجودين دول لما الواحد بيقعد معاهم بيعرف قد ايه الضغط اللي موجود عليهم في ظل الارهاق الكبير اللي موجود عليهم المنتخب والنادي وحاجات كتيره جدا، ولكن في النهايه تظل دائما تربيه النادي الاهلي تربيه محترمه وجميله، ولما تشوفه ماشي كده تقول ده لعيب النادي الاهلي. اي حد من لعيبه النادي الاهلي لما تشوفه ماشي كده تقول ايه ده لاعب النادي الاهلي او ده نجم النادي الاهلي. عشان كده في الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون النجم احمد عبد القادر معانا على الهواء مباشره، وعلى هاشتاج عبد القادر في البيت الكبير او عبد القادر البيت الكبير. اي سؤال حضراتكم عايزين تسالوه لكابتن احمد عبد القادر، اي حاجه عايزين تسالوها لاحمد عبد القادر، النهارده هيكون في ضحك ولعب وجد وحب. مش اغنيه عبد الحليم ولكن هي حاجه حقيقيه. احنا النهارده احمد عبد القادر هيكون معانا، هنستمتع بوجوده معانا، هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، المباريات القادمه، عندنا مباراه منتخب مصر الثانيه، عندنا اللي في السنغال يوم الثلاث القادم، عندنا ان شاء الله مباراه الهلال هنتكلم، هنلعب شويه العاب واحنا موجودين مع حضراتكم على الهواء، وهنشارك حضراتكم في كل شيء. احمد الحقيقه النهارده جايب لنا تيشيرتات هيمضي عليها على الهواء مباشره للفائزين في السؤال اللي احنا كنا عاملينه خلال اليومين اللي فاتوا. عندنا حاجات كتيره جدا 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 النهارده في الجزء الثاني من هذه الحلقه او طول هذه الحلقه.